التباهي اللي في غير محله يخلي شكلك مثل صاحب الفيديو الجاي. آدم تعال، تبغى سيارة قصاد صح؟ تدري آدم هذا كم سعره بالحالة هذا؟ كم تتوقع؟ هذا بلاستيك. لا ما بلاستيك، ما بلاستيك. كم تتوقع هذا سعره الحالة؟ هذا 140,000. فاهمة؟ علم كم سعر هذا بالحالة؟ 140. هذا ممكن 200,000. والله ما في مسخرة، والله والله. كلام ما شاء الله. ما شاء الله البركة. تعال تعال علمك، تعال تعال تعال. شوي شو اسمك؟ شوي سبب الشاشة. شوف هذا ساعة. ساعة هذا. كم تتوقع سعر؟ هذه. إي ساعة هذه. مود الترابي. كم تتوقع سعر؟ طبعا هذا السنابر نايف الوثلان، تعليقكم. انا ماني فاهم صراحه ليش قاعد يهايط على العامل هذا، يعني تتوقع العامل ليش حيهمه كم سعر الشعار ولا كم سعر ساعه السياره؟ ما بشوف، ما ابغى اخش حتى بصرف النظر عن السبب. فيديو جدا جدا جدا، انا اسف اقول، سيء سيء سيء. ولو مت التلفزيون كنا وصفناه بشيء اكثر. محتاج محامي؟ لا لا رشا. في ناس يقولون انه ما يصور كذا الا حديث النعمه او اللي ما تعب على فلوسه. الاولى حديث النعمه، حديث النعمه فعلا. واصلا حديث النعمه يعتقد انه الكل حينبهر باشياء، لانه هو منبهر، ويعني ما له اي داعي هذا الفيديو ولا له اي فكره ولا اي شيء بالها، ويضحك. بس اللي يضحك بالموضوع جدا تافه الفيديو. وما ننسى انه النعمه زواله،